Hello, after watching the following video, you need to ask yourselves the following question. Are there still real practicing Muslims out there left in Islam? Are there still real Muslims out there who are practicing the following sunnah, the teaching and tradition of their Rasulullah Muhammad? Sheikh Al-Albani will explain what you must do in certain situations, and you will see how Aisha used to practice the actual sunnah of her husband, of course, by the permission of Rasulullah. زوجاني نصرانيان عاشا مرهة من الزمن نصارى وهم ليس عندهم من مثل ما عندنا من الآداب الإسلامية فأسلما كلاهما ولهم أو للزوج أخ شقيق ومعتادين دون يعيشوا في بيت واحد وأخ الزوج يدخل على زوجته وهي لا تتعجب منه بعد هذا الإسلام قد يصاب الزوج نفسه بحرج من حجب زوجته عن زوجته التي هي أخ ذلك الرجل الذي لا يزال في نصرانيته فهنا ممكن الآن الاستفادة من حادث سالم مولى أبي حذيفة الذي أرضعته زوجة أبي حذيفة فيمكن إجراء عملية الإرضاع من هذا الزوج من زوجته لأخيه فيصبح هذا الأخ ابنا للزوجة في الرضاعة فيكون في هذا مخرج إرضاع الكبير وإن كان الأصل أنه لا يؤثر ولكن ما دام أن الشارع حكيم أجرى تلك القصة وأمر الزوجة بأن ترضعه وإن تحفظت هي وقالت إنه رجل فأجابها بأنه يعلم أنه رجل لكن هذا حكم الله أرضعيه تحرمي عليه فهنا دخل شيء من لبن تلك المرأة إلى جوف هذا الرجل فهنا في عامل مادي هذا ممكن أن يكون له تأثير في التحريم استمتع بمنتجات ألبان عيوشا عيوشا لمنتجات الألبان لجميع الأعمار استمتع بمنتجات ألبان عيوشا عيوشة للرضاع الكبير عيوشة للرضاع الكبير عيوشة للرضاع الكبير عيوشة قريب عن لدينا يقوم بصنع حليب كتبوا عليه محل حليب عيوش معمل تصنيع حليب عيوش عندما كان صاحب الحال صاحب المحل عن سبب تسمية هذا المحل بهذا الاسم ذكر لنا قضية الرضاع الكبير للسيدة عائشة لبعض شباب قريش كما ذكر ذلك فتح المنعم في شرح صحيح مسلم أن كان يدخل عليها الشاب الأيسع وكانت ترى أن الرضاع الكبير يحرمه وقد أرضعت غلاما فعلا بارك الله فيك يا أخي نعم نعم يعني وصلنا سؤال عيوشة منتج زي الفل عيوشة قشطة وسكة الكل عيوشة لبنة وجبنة كمان عيوشة للألبان ارضع معانا عيوشة ودوق معانا عيوشة المنعم وشرح صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 622 وكان يدخل عليها الشاب الأيفع وكانت عائشة ترى أن إرضاع الكبيرة يحرم وقد أرضعت غلاما فعلا يعني عائشة كانت ترضع بالشباب الأيفع الشباب المراهقين عيوشة للرضاع الكبير عيوشة للرضاع الكبير عيوشة منتج زي الفل عيوشة قشطة وست الكل عيوشة منتج زي الفل عيوشة قشطة وست الكل عيوشة لبنة وجبنة كمان عيوشة للألبان ارضع معانا عيوشة ودوق معانا عيوشة عيوشة لكل الأجيال في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622
انه قال انه يدخل عليها الغلام الايسع، وكانت عائشه رضي الله عنها ترى ان ارضاع الكبير يحرم، وارضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها. فهل كانت عائشه ترضع شباب قريش